احنا طلعنا تو من المركز اللي احنا فيه رايحين للساحه وفي محلات حول المحلات، بس شوف مجموعه المتاجر والاسواق واللي حول بعض شيء كبير. شوفوا هذه احواض اديد على طول الجسر، ها وزارعين اشجار طالع. طبعا الجو مساعدها انها تطلع، طبعا مزعجين مره هذول حقين توصيل طلبات الاكل خطيرين بعد، انتظروا انتبهوا منها. دائما احذر كل الفيديوهات اللي صورتها احذر منهم، خاصة وقت الغداء من 12 لثنتين مرة. شوفهم شوفهم، خلينا نشوف هاللي يسوون عروض ب 3%. هلو، شوفهم حقين طلبات الاكل مزعجين هالحين، اعوذ بالله. المفروض ما تطلع 12 الى 2 شيء عكسون الطريق ويروحون، ما يهم، اهم شيء يوصل طلباته، يعني ممكن يصدم الناس ولا افكر. الحين يتوصلون، لا بيحطونها في البوكسات هذه ويجون اهلها ياخذون الاكل، ويرسل رساله انها حط الاكل وراح. طرق ما ادري ليش هذه حط، ايش تعني؟ بس عاد خلنا نريح شوي. عندهم كل الزحمة ذي المستشفى قطعة جوانزو، غواندونغ وليس غواندو، يعني أكبر من غواندو، قطعة كلها غواندو هوسبيتال. عشان كذا تشوف التكاسي هنا متوفرة بكثرة، والباعة أيضا متوفرين هنا. بس بندخل هناك بنروح يسار هناك، شوف كان في طريق والله على الكرز. مثل ما جيتكم الحين وجبة الغداء الساعة 1، كل الناس تتغدى في المطاعم. شوف حركة نقل وشحن، شيء عجيب غريب، كل يشتغل، ما فيه يا مرحمين، كل يشتغل، تبي تعيش اشتغل. Thank you.
الوجه من الله. هذه كان هاي تاون، كان البيع للجملة والتجزئة، وأيضا بجانبه بعد محلات البيع لألعاب الأطفال للجملة والتجزئة. هذا المركز فيه محلات العطارة، محلات الأدوية، محلات كله، مأكولات مجففة البحرية فيها كم دور. هناك بعد ديدان، بعد هاي هذه ديدان مجففة وبلح البحر، وانه كل شيء موجود، أصداف. شوف هذه زي عندنا زي ما تقولون ايش يسمونها، اللحم المقدد، هو اللحم المقدد، هذا السمك المقدد، المأكولات هي المقددة زي هذه. بس عاد ما ادري شو صورها صراحة، كل صيني. هذه طبعا الأسعار، هذا سوق المأكولات البحرية المجففة. بحرية وغير بحرية، شوف كل شيء، بس أكثر ما شاء الله أشوفه. شوف العائلة كلها تشتغل هنا وهنا، كلهم يشتغلون، مو في حد جالس. تقدر أكثر أو كل العمال عندهم من العائلة، عشان كذا ينجحون، ما تخشانهم يسرقوا ما حد أو شيء، لا، لأنهم كلهم عائلة واحدة، هذا ولد وهذا البنت وهذا الأم وهذا، كله طالعين يشتغلون. شوف هذا ربيان الحين مجففينه، يبيعون ومحار وكله زي المجفف، شوف الرجال. والسمك شوف هذا، ما ادري صح مين امه، من العين. هذا محار بعد، الله على الربيان، هذا كبير ربيان، هذا كيلو 155 ريال. عشان كذا المطاعم اللي تاكلون من عندها يفضل انك تشوفونها وهي حيه، يجيبون لكم من هنا. هذا مكسرات مع وش كل شيء. في الأسماك صغيرة كبيرة، أنا بدي أعورني بطني. هذا كان يبيعونه في الحسا، والله زي كذا كان يبيعونه زي كذا في الحسا. شوف الأسماك يجفونه في سوريا، يبقى يملحونه يبقى فترة طويلة. أدرويين ترى كانوا يسوون كذا، ما ادري ليش، هذا في ناس عندهم يحتاجون، ما عندهم ثلاجات، ما ادري.